السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوسو كيتشن. معكم صباح. اليوم غادي ناخدكم معايا واحد المزرعة أمريكية هنا في كارولينا الجنوبية. يوبيك هو أسلوب بيع منتوج حصاد المزرعة للناس أو الزبائن، والمتعة في ذلك أن الزبون كيقطف بنفسه الفاكهة أو الخضر بالكمية اللي بغى هو حسب الموسم، طبعا سواء فراولة أو تفاح أو طماطم وبطاطا، خضر فواكه كثيرة أخرى. ومن طبيعة الحال كيكون مسموح للزبون الأكل شحال ما بغى من المنتوج في عين المكان، وملي كينتهي كيمر باش يدفع ثمن أشنو قطف. عادة رسوم الدخول تغطي أي منتوج يمكن أن يتناوله الزبون. شايب شوية عايشة، شايب شوية. انتو اكسايتد؟ شايب شوية عايشة، غيب شوية نشوف دغيا جمعتي شحال. مريا أنا باقية السلة ديالي خاوية. هاكي خذي واحد من هذه المسله ديالي خاويه. هي شو شحال جمعات؟ يلا نمشيو ليها يا ماما. يلا هاكي خذي واحد ليك. هذيك ما زوينيش هادي عايشه. I see it like the others. You gonna eat it? زوينه. وانا نكمل انا هذيك. جنى get your bottle. Get your water bottle. Oh. I don't care about anything right now. I just want strawberries. That's so cool. That's mush. Eat it. Eat it? Mm-hmm. Yeah. Eat it. I'm clean. على الشكرا قلتي ليا حيت شكرا جبتيني هنايا. لا شكرا على واجب حبيبه. تي فرحانه حيت جيتي للفيرم ديال الفخاز؟ انا ديما كنسي بوار بارو ما كيطيح. I'm too distracted. Thank you papi. Love this girl. I love you too. See the further way. Look how many there's here because nobody wants to walk past out here. نشوف شحال درتي انتيا. قربتي تعمري السطل ياك؟ حتى بابا قرب يعمر السطل. شوفي انا شحال عندي، 4 ولا 5. حيت الصباح وانا كناكل. قولي لي بالعربيه عائشه، هضري معايا بالعربيه. قال لي ما عرفتش شنو بابا قال لي. شنو قال لك؟ قال لي هما اللي صغيورين هما اللي عندهم فليفر بزاف. هادو الصغيورين هما اللي فيهم، هما اللي زوينين. الحمد لله. عرفتي دابا حيت دابا كليت بزاف شبعتي؟ شبعت عاد غادي نقطع انا الفريز. فاينلي. واو شوفي عايشه هذا. شوفي هذا. واو there's a whole bunch there. Pop sitting over there just eat some. هذا ديالي هذا ديالك. صافي ما بقيتيش تفكري في الماء. I forgot my water all the way back. حلا فمك في الفريز ونسيتي القرعة ديالك د الماء. I'm too happy. واش هادي هنايا؟ واش زوين؟ شوفي واو. Oh wow. شوفي هاديك اللي حداها. Ja, die sind gut. Ich hab da gesagt, ich glaube hier die kommen die Leute nicht, weil es weiter ist. Ja. Yeah. Yeah. Wow, guck die an, Aisha. Oh, it's too far. Ooh. Did you know that there's different types of strawberries? Yes, they're yummy. No. Aisha, should be heady. There are long ones. Mm-hmm. Mm-hmm. Look, there are long ones. أنا كل هادي عايشة. قولي. شكرا. They are the ones that look like normal strawberries that we usually. Grab that bucket, thanks. واو حلوة هادي. شوفي هادي.
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. Oh yeah, I see it. I see it. Mutant strawberry. I should have eaten it. That's my mom. Yep. I should know what to do with the fruit. We're gonna make jam. Hmm. Do confiture. Okay. Do the tartelette. Mini tarte. Look, jumbo. شنو نحصل البيض؟ هذا بيض البلدي. يعني شو يديك ولا بيض؟ وشوفي انا. انا شو يديك عايشة؟ شوفي تجلي. انا شو يديك؟ واو. دابا باقي لي هاد الفراد خصني نوصلو ونشفو ونديرو في ليساج. اول ما رجعنا للدار كان خصني نغسل الفراوله في نفس النهار. اذا ها هي الفراوله من بعد ما غسلتها وخليتها كتنشف غير شويه. هادوك الجذور اللي كيكونوا فيها حيدتهم. وهاد الفراوله كانت شويه طايبه غادي نخليها باش غادي نستعملها في المربى. نشفت الفراوله بورق المطبخ وضعتهم في بلاستيك غذائيه. ما بقى لي غير نكتب عليهم التاريخ وغادي ندخلهم للمجمد. غادي نجبد بالواحد بالواحد باش ندير العصائر. وهالطريقه ما تخافوش منها لان الفراوله كتحتفظ بالقيمه الغذائيه ديالها واخا كندخلوها للمجمد. والان غنمشيو نوجدو مربى الفراوله. هنا عندي الفراوله قطعتها على جوج. غادي نغطيها بالسكر ونضيف عصير نص حامضه. نغطيه ونخليه على درجة حرارة المطبخ حتى الصباح. اليوم التالي هذا هو الشكل ديالو. خاصكم تخليوه على الأقل 4 ساعات. حولته فوق النار متوسطة باش يطيب 30 دقيقة. ملي تشوفوه فحال هكا بدا كيطلع أو الكشكوشة ولات كتكون في السطح عاد نبداو نحسبو ليه 30 دقيقة. من بعد 30 دقيقة هذا هو الشكل ديالو. غادي نحاولو نحيدو الكشكوشة اللي كتكون في الفوق. وملي يطيب نضربوه بالضرب الكهربائي حسب الذوق ديالكم. الا بغيتوه بيوري غادي نضربوه مزيان. الا بغيتو يبقاو دوك القطع ديال الفراولة في المربع فضربوه غير شوية. هذا هو الشكل ديالو النهائي. اذا هذا هو القياس اللي عطاني. اول ما عمرتهم قلبتهم باش يتسدوا مزيان. هذيك الحراره ديال المربى هي اللي كتسدهم. من طبيعه الحال خاصهم يكونوا معقمين وكان سبق ليا وريتكم طريقه التعقيم ديالهم في الفيديوهات السابقه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش اللايك والتعليق وشكرا على المشاهده والى اللقاء.